افضل حاجه في المعرض ان انت بتقابل ناس اصدقاء عزاز عليك جدا، وناس عندهم خبره واسعه وخبره كبيره بيقدموا فيها تقنيات حديثه، وبينقلوا لينا كمان ثقافات مختلفه عن المخبوزات وعن صناعه المخبوزات. معانا شيف من الناس العالميين، شيف حسين. ازيك يا شيف حسين؟ اهلا وسهلا شيف جلال، اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا انا اعرفك على المستوى الشخصي، لكن على المستوى المهني كمان انا عايزك تعرفني بنفسك وقول لي الكورسات اللي انت بتديها للناس والناس بتستفاد بيها، والموضوع حلو قوي وخلينا نعرف. طبعا منه. طبعا انا كمان مبسوط جدا ان انا اول ما دخلت المعرض شفتك، احنا اصدقاء من فتره كبيره، وكان ليا الشرف ان انا اقابلك. طبعا ابتدينا مع بعض. بهنيك طبعا على نجاح البرنامج، وبهنيك على الظهور المميز ليك على قناه تين. طبعا مجال البيكنج في مصر مجال مش واخد المساحه اللي المفروض ان هو ياخدها على المستوى المهني. احنا كمصر احنا اول ناس صنعنا الخبز، يعني اول ناس عملت الخبز في العالم من حوالي 4000 سنه هم المصريين. بعد كده بعدنا طبعا الفتره دي بعدنا بشكل كامل عن الابديت في المجال عموما، التحديث عامه. التحديث احنا بعيد جدا عن التحديث. نقول مثلا ان اوروبا هي افضل دول، مثلا فرنسا، المانيا، ايطاليا، هم دول الدول المؤثرين جدا. فرنسا، ايطاليا، المانيا، هم دول الدول المؤثرين جدا في مجال البيكنج. مجال البيكنج من المجالات اللي فيها تكنيك وفيها فنيات وفيها حرفيه وفيها موهبه، يعني مش مجرد ان هي مهنه مثلا ان احنا بنشتغلها او كده، هي فيها تكنيك عالي قوي. التكنيك ده بعد ما بنروح، يعني انا مثلا بعد ما باخد مثلا دورات بره مصر برجع بحاول ان انا اوصل الحاجه اللي انا خدتها، التكنيك اللي انا خدته عن طريق مثلا كورسات بتقدمها جمعيه الطهاه المصريين، وانا ترينر في الجمعيه ماسك البيكنج فيها، وبحاول ان انا اروح اي تريننج سنتر برضو بنعمل فيها كورسات عشان نعمل ريفريش للناس ونعمل توعيه على مجال البيكنج اللي انا نفسي ان احنا ننافس بيه على المستوى الافريقي حتى الاول، وبعد كده نقول المستوى العالمي. انا عارف طبعا ان انت شاركت في مسابقات عالميه ومسابقات كبيره جدا واحتفالات دوليه وخدت مراكز كويسه جدا، فقول لي اخر حاجه انت خدتها ايه؟ احنا اخر حاجه كنا اشتركنا في مسابقه بطوله افريقيا في 2017، كنا خدنا مركز رابع على مستوى افريقيا. في حاجات كتير قوي كانت ممكن تأهلنا ان احنا نبقى في مراكز متقدمه عن كده، اللي هي التوعيه اللي احنا بنتكلم عليها، التوعيه اللي مش بس من الاشخاص، لا كمان من الدوله، يعني بنبقى محتاجين ان احنا سبورت من الدوله ودعم من الدوله اننا نعمل سبورت على المجال ده، ونقول ان المجال ده محتاج ان هو نطوره ومحتاج ان احنا نعليه. فدي اخر مسابقه كانت في 2017، وطبعا اي مسابقه دوليه او اي حاجه زي كده بنكون جاهزين ليها، عشان طبعا دي في الاول وفي الاخر احنا بنكون باسم مصر، ودي اهم حاجه. ونحترم مهنتنا، احنا لو حبينا المهنه واحترمناها هتدينا كتير، دي اهم حاجه انا شايفها. اكيد. انا بشكرك جدا وسعيد جدا ان انا قابلتك. شكرا يا حسين.